بعد ضمان الصعود تصبح الأجواء احتفالية، وهذا بالتحديد ما يحدث في مباراة اليوم. شعور بالراحة والفخر والإنجاز. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. بلاوفيتش، بلاوفيتش، الله على هذا التألق لحارس رائع. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. ضربة رأسية، الكرة القريبة لكنها لم تسجل، وللأسف في كرة القدم لم. بينية جميلة، لمسة على اليسار، يلعب كرة عرضية، كرة رأسية، كرة في الشباك، ويسجلون الهدف الافتتاحي. هجمة مرتدة جاءت سريعة بعد افتكاك الكرة من الوسط. ضغط الفريق فرصة خطيرة، فرصة للتسديد. انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. تسديدة من أول لمسة، والهدف يأتي، تعادل يأتي سريعا جدا. تعادل سريع في هذه المواجهة، هذا هو الرتم السريع ليجعل الفريق مستمر في المباراة، لا يخرج منها معنويا، يؤكد على حضوره وأيضا منافسة للخصم. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب، نتيجة متعادلة. هنا تظهر لك الشخصية وتظهر ردة فعل السريعة من الفريق بتسجيل هدف التعادل سريعا بعد التأخر في النتيجة. يلعبها ببراعة، يا إلهي، فرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. ليفاندوفسكي، فرصة ليفان، الحكم ينهي شوط المباراة الأول. ها هي ركلة البداية للشوط الثاني من المباراة، يحصل عليها كافاني. هذه لعبة خطيرة، تسديدة، والهدف لجرونينغن. ومع هذا الهدف تكتمل العودة في النتيجة. لم يكن هناك شك انه سيسجل هذه الكرة. ينجحون في التقدم بالنتيجة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يلعبها إلى داخل ال 18، إبعاد الكرة مطلوب هنا. جرونينغن يحصل على الركنية الأولى، وركنية واحدة كانت في الجانب الآخر، يرغبون في ركنية، يبدو أنهم سيحصلون عليها. ركنية رقم 2 بالنسبة لهم، جرونينغن عنده ركنيتين حتى الآن، ويلعب العرضية. الآن فرصة لهجوم معاكس، الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى، يلعبها في المساحة. الآن بعد هذا التقدم عليهم أن يواصلوا المحاولة والهجوم، محاولة لخلق فرص هجومية. الأمور تصبح مثيرة الآن، لعبة جميلة، تسديدة أجمل، ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. سرعة كبيرة وتهديد خطير من خلال الهجمة المرتدة. مدريد يدفع بأوراق جديدة، يتم تغيير في هذه الأثناء عن المهاجم. لمسة بينية، يسدد الكرة مرة أخرى، حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. إيدنسون كافاني، الله ما أروع، لعبة في منتهى الروعة، هدف. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد، حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. يتقدمون بفارق، الحكم يطلق صافرة ليعلن نهاية المباراة. هذه مباراة تدرس للأجيال بهذه الطريقة، بهذا الأداب، بهذه الروح اللي كانوا عليها.
والتأهل بهذه الطريقة يجعلنا نصفق لهم بصراحة. غرونيغن ينجح في تغيير الأوضاع، يحقق الأفضلية بعد التأخر في النتيجة. غرونيغن حسم الصعود بالفعل والآن يلعب بدون أي ضغوط في هذه المباراة. بالتأكيد هذه المباراة يمكن استغلالها من أجل التحضير والاستعداد للمنافسات الأقوى القادمة في المستقبل. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات. لحظات ليفاندوفسكي، لعبة جميلة في هذه المنطقة بالذات. ليفاندوفسكي تمركز واستلام كرة كان رائع جدا، لكن أين إنهاء الفرصة؟ عليك أن تكون حاسما أمام المرمى، ضاعت فرصة كان يمكن استغلالها. والآن لديه فرصة ويعود بالكرة، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة. ديفنس ما في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. والتسديد كان في موقع جيد حقا. برشلونة قادرين على خلق المشاكل من خلال المرتدات السريعة كهذه، وأكيد أنه أمر مبهر جدا أن ترى فريق يتحول من الدفاع للهجوم بهذه السرعة الكبيرة. يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، ليفاندوفسكي، التسديد الآن، والعرضية ينجح يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. الله، اللعبة جميلة جدا، مجهود غير عادي. صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. نستعد مشاهدينا الكرام لشوط المباراة الثاني. 45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين بعد شوط أول كانت الكلمة فيه. فرصة للتسديد، إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. يحاول أن يسدد الكرة من هنا. كرة عرضية، إيدنسون كافاني، ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. غريبة جدا إضاعة الكرة من هذه المسافة أمام المرمى، أداء مخيب جدا في ترجمة الفرص. يمر ويلعب كرة بينية، مساحة ليفاندوفسكي، كرة باتجاه المرمى، الله ما أروعك، ينجح في التسجيل ويسجلون الهدف الافتتاحي. قناص أمام المرمى، يا لها من فرصة، يا لها من نهاية. تسديدة من أول لمسة، محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. محاولة جيدة من الفريق لكن عليهم التركيز على إنهاء الهجمات، استغلال الفرص بشكل أفضل. جيمس ميلنر، لا يمكن إهدارها. إيدنسون كافاني، والكرة في الشباك، جول. الأمور تبدو سهلة في الملعب لكنها تتطلب أيضا مجهود كبير من اللاعبين ولياقة بدنية عالية من أجل تطبيق هذا الفكر واستغلال الأخطاء والهجوم المرتد في تسجيل أهداف. نلعب في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. النتيجة كانت هي التعادل، هذا ما يحب أن يشاهد الجمهور بالتأكيد، الرغبة الهائلة في تحقيق.
doing just fine.